صحيفة بلوس، أخبار بلا حدود، آراء بلا قيود. السلام عليكم، معكم مبارك المحجوبي، أنا الزوج ديال سكينة الحمزاوي. أنا جيت جبت الزوجة ديالي كانت فيها شي حريق، هزيتها من الدار وجبتها مستعجلة لي محمد الخميس، ودخلت المستعجلات وشافتها واحد الدكتورة وقالت لي ودي مالها؟ قلت لها ودي عندها شي حريق في الكرشة، ما عرفتي ديالك واش واجد الحام واجد كذا، قلت لها حنا ما عارفينش ديالك. قالت لي باش نعرف هكا واحد التحليلة عافاك شي نشوف شنو مالها شنو باش نعرفو حنا واش حاملة ولا ما حاملاش. قلت لها واخا ماشي مشكل، مشيت وخرجت انا وياها، نيت خرجنا مشينا باش نشوفو ديك التحليلة. ديك الساعة صافي كيتسمى بحال الا صافي وصلت الساعة ديالها باش صافي دي حد ديك الشي جاني اللي كان في كرشها، وتما باش غنعرفو حنايا بانها حاملة، حيت ما كانتش عارفة هي حاملة وانا بنتي شخصيا ما كنتش عارف. من تما وديجا راه كانت ديجا ولدات هنايا نيت في محمد الخميس، الولادة الأولانية ديالها الحمد لله ما وقعش ليها المشكل، وتولدت زعما المسائل ديالها وكانت متبعة سميتو المراحل ديال الولادة، وما وقعش زعما شي مشكل الحمد لله، ولدت الدري دابا راه عنده عامين ونص دابا الحمد لله ما وقع حتى حاجة. المشكل اللي وقع راه هادشي اللي كاين، جبتها تما وقع اللي وقع صافي وخدينا الغرض وصافي راه الأمور. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا كل جديد. للمزيد زورونا على موقعنا الرسمي www.sahifabluse.ma. صحيفة بلوس، أخبار بلا حدود، آراء بلا قيود.